من جديد ورجعنا لكم بعد الفاصل ونروح نطمن على اخبار الجو النهارده. والطقس هيكون مائل للحراره على القاهره والوجه البحري، وهيكون معتدل على السواحل الشماليه. اما جنوب سيناء فهيكون حر مع رياح نشطه. نروح لشمال الصعيد فالطقس هناك هيكون حار، والى جنوب الصعيد هيبقى شديد الحراره. نتابع دلوقتي مع حضراتكم درجات الحراره في عدد من محافظات مصر. نبتدي مع القاهرة الكبرى، ودرجة الحرارة العظمى سجلت 32 والصغرى 22، اسكندرية 30-22، مطروح 29-20، أما بورسعيد ف 29-25، دمياط 28-25، إسماعيلية 34-21، السويس 33-23، العريش 30-23. ونروح لطابة، ودرجة الحرارة العظمى سجلت 32 والصغرى 22، كاترين 30-15، شرم الشيخ 35-28، الغردقة 34-26، الفيوم 33-22، وبني سويف 34-21، والمنيا 35-20، وأسيوط العظمى 36 والصغرى 23. ومن أسيوط نروح لسوهاج، ودرجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24، ونروح هنا ودرجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25، الأقصر 38-26، أسوان 39-26، الوادي الجديد 40-25، وحلايب 32-29.